لا تزال الأوضاع الإنسانية في سوريا تسير نحو الأسوأ، حيث عداد الموت لا يقف عند رقم ولا يتراجع. 79 قتيلاً انتشلتهم طواقم الدفاع المدني من تحت الأنقاض في مدن دوما وعربين وحرستا وبلدات كفر بطنة وسقبة وحمورية في الغوطة الشرقية، لترتفع بذلك حصيلة القتلى من المدنيين إلى 113 قتيلاً جراء القصف الصاروخي والجوي الذي شنته روسيا والنظام خلال 48 ساعة الماضية. وفي ريف إدلب يأخذ القصف الروسي منحاً أكثر انتقامية وثأرية بعد إسقاط المعارضة السورية للمقاتلة الروسية ومقتل طيارها في مدينة سراقب التي نالت ما نالته من دمار زاد عليه النظام بقصف المدينة بغاز الكلور السام الذي أودى بحياة العشرات. قام جاي الشباب نبهنا أنه ضرب كلور قريب علينا، طلعنا على الطابق الثاني لقينا خزان ماي فتحناه وصرنا نغسل وجوهنا وهيك، وفي اثنين منا داخل وما قدروا يتحملوا لبين ما اجت الاسعاف والله يجزيهم الخير ركبنا الشباب واسعفناهم. وعلى طاولة الأمم المتحدة لم تعد تملك الأخيرة إلا مجرد الطلب والتمني من روسيا لإيقاف القصف لمدة شهر، ما دفع رئيس لجنة تقصي الحقائق في سوريا باولو بينيرو للقول إن القصف الذي استهدف 3 مستشفيات على الأقل خلال يومين الماضيين في الغوطة الشرقية يجعل ما تسمى بمناطق خفض التصعيد مثار سخرية. توصيف يؤكد أن المتضررين في لعبات الشطرنج الدموية التي تجري في سوريا هم السكان المدنيون، في وقت تتجه موسكو والنظام إلى حرق المنطقتين إدلب والغوطة كثمن لرفضهما الخضوع، وانتقلت الولايات المتحدة بدورها إلى موقع المناشد والمطالب في الملف السوري على وقع المجازر، بينما اكتفت دول مثل فرنسا بوصف ما يجري بالخطير، وكأنه دلالة أخرى على أن العالم أصبح أقل حساسية إزاء إراقة الدماء في سوريا.